السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. استعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر يناير لعام 2021. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: العاهل تلقى رسالة من الرئيس الفلبيني، دوتيرتي نقدر رؤية الملك والإصلاحات المثمرة، مجلس الوزراء توحيد العمليات المالية الحكومية وتطوير التدقيق. وإلى صحيفة الوطن والتي استهلت: البحرين تؤكد الحرص على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون نيابة عن الملك، ولي العهد رئيس الوزراء يترأس وفد البحرين في القمة الخليجية اليوم. ومع صحيفة البلاد والتي عنونت: دراسة إدراج مشاركات فكرة في البرامج الحكومية، مجلس الوزراء جائزة الملك حمد إبراز للنماذج الشبابية المضيئة. أما صحيفة أخبار الخليج فقد نشرت: الصحة تدعو إلى استشعار خطورة الفيروس وعدم التهاون. إلى صحيفة الأيام، حيث نقرأ منها أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وجه الاتحاد الملكي بتنظيم السباق العائلي للقدرة ضمن بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي ستقام في يومي 7 و8 من شهر يناير الحالي بتنظيم من الاتحاد الملكي في قرية البحرين الدولية للقدرة. بيّن صحيفة الأيام أن المجلس الأعلى للمرأة أعلن عن تنفيذ دراسة تتناول فعالية نظم العمل المرنة وسياسات العمل عن بعد في مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق المشترك مع لجان تكافؤ الفرص بالقطاع العام، ووضع توصياتها أمام الحكومة الموقرة بهدف تشجيع المؤسسات على إيجاد بيئة عمل داعمة لتحقيق التوازن بين الاستقرار الأسري والمسؤوليات الوظيفية. لفتت صحيفة الأيام أن فريقا طبيا من قسم الأطفال بمستشفى الملك حمد الجامعي نجح في إجراء عملية استئصال ورم ضخم من بطن رضيع ذي 5 شهور، حيث استغرقت العملية 3 ساعات وتكللت بالنجاح. نشر صحيفة البلاد مقالا للكاتب أسامة الماجد، والذي جاء بعنوان: قمة دول التعاون 41، ملفات اقتصادية وأمنية. فإلى سطور هذا المقال: تنعقد اليوم الثلاثاء 5 يناير في مدينة العلا بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها 41، في ظروف وتحديات إقليمية صعبة تتطلب وحدة الكلمة والتكاتف والمحبة ودعم قضايا الأمن والاستقرار والسلام لشعوبنا الخليجية. من أهم الملفات المطروحة من مجمل التطورات والأحداث الملف الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا على دول الخليج وما حدثته من مخاطر وضغوطات على مختلف الأصعدة، وكيفية المحافظة على المكتسبات الاقتصادية واستقرار الوضع المالي، كما أن الملف الأمني سيكون حاضرا بقوة. ليس هناك أهم من استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات وتضافر الجهود والإمكانيات لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دول الخليج.
نقلت صحيفة البلاد أن مملكة البحرين استمرت في التفرد بالتميز في إدارة ملف جائحة فيروس كورونا بشهادة أعرق المؤسسات الأعلامية، ومن آخرها مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث أبرزت المجلة تصدي مملكة البحرين للجائحة بإيجابية خلال صورة بليغة عبرت عن بهجة الطلبة في حفل التخرج بحضور أولياء الأمور في سياراتهم، مما نال صدى واسعا. بقلم الكاتب عبد علي الغسرة، نشرت صحيفة البلاد مقالا له بعنوان الاستثمار الأمثل للمورد البشري الوطني، فإلى المقال. يعتبر الاستثمار في الموارد البشرية الوسيلة الأفضل للتنمية الوطنية، فالمورد البشري الوطني مصدر الأفكار والأداء ومنبع القدرات الإنتاجية المتاحة لما يملكه من طاقة ذهنية وقدرة ابتكارية تعمل على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات يستفيد منها الجميع. استثمار المورد البشري الوطني يتطلب تعليمه تعليما جيدا وتأهيله وتنمية مهاراته وقدراته، فاستثماره أعلى أنواع رأس المال قيمة، فهو قيمة متجددة لتوليد الثروات وتنميتها، بالإضافة لجعل القوى العاملة في أعلى المستويات الممكنة من حيث الكفاءة والأداة لتحقيق الأهداف المرجوة من الإنتاج. يساهم هذا الاستثمار كثيرا في توفير فرص العمل للباحثين عن العمل وتوظيف الكفاءات الوطنية وجعلها الخيار الأول بل الأفضل للتوظيف في كل المنشآت العامة والخاصة. لذا فإن الاعتماد على المورد البشري الوطني خير استثمار لما يتميز به من اجتهاد وحيوية وكفاءة وإخلاص ونزاهة في أداء عمله. هذا الاستثمار يشعر المواطن بالأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج ونطالع منها أن وزارة الصحة أفادت بأن الفحوصات المختبرية بينت زيادة في أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا والناجمة عن المخالطة، وكشفت الوزارة عن رصدها حالات قائمة للمخالطين من عائلة بحرينية أصيبوا، مما أدى إلى حصيلة إجمالية بلغت 31 حالة. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة وجه بضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بعزم ومسؤولية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والمواصلة بحذر وعدم التراخي. خط الكاتب محميد المحميد مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان نعم لعقوبة الإعدام لتجار المخدرات. كل الدول والمجتمعات والهيئات والمنظمات تشدد على خطورة جريمة المخدرات ووضعت لمكافحتها القوانين والإجراءات والعقوبات. في مملكة البحرين عبر جهود وزارة الداخلية هناك عمل مضاعف لمكافحة جريمة المخدرات بكامل أشكالها وأفرادها وأنشطتها. نفتخر في البحرين بأن لدينا اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وقد وضعت خطة استراتيجية رفيعة تم تنفيذ جزء كبير من أهدافها. وفقا لإحصائية وزارة الداخلية فإن هناك في أكتوبر عام 2020 93% ممن تم القبض عليهم في قضايا المخدرات هم من الذكور، وأن 7% من الإناث. تبلغ نسبة المواطنين الذين تم القبض عليهم في قضايا المخدرات 52%، فيما تبلغ نسبة الأجانب الذين تم القبض عليهم في قضايا المخدرات 48%. المجتمع البحريني يدعم الجهود الوطنية لمكافحة جريمة المخدرات ليصل إلى إعلان تطبيق عقوبة الإعدام
على تجار المخدرات. ننتقل إلى صحيفة الوطن ونطالع منها أن مؤسسة المبرة الخليفية أعلنت عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة والمستحدثة من برنامج إثراء الشباب 2021، حيث يأتي من منطلق إيمان المؤسسة بأهمية تنمية الشباب. نشرت صحيفة الوطن أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كشفت أنه تمت ترسية مناقصة مشروع تطوير طرق مجمع 913 في المحافظة الجنوبية بالرفاع من قبل مجلس المناقصات والمزايرات بهدف تحسين مستوى الطرق وتخفيف مشكلة تجمع مياه الأمطار. نقلت صحيفة الوطن أن رئيس قسم عيادات مكافحة الأمراض بشؤون الزراعة والثروة البحرية عباس الحايكي كشف عن البدء في مشروع مكافحة الكلاب الضالة في منتصف شهر يناير الجاري. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الصباح، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.